بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة عندنا النهاردة بتتكلم على الدي سي جنريتور. الدي سي ماشين ممكن تشتغل كموتور او جنريتور. الفرق ما بين الاثنين ان الموتور بيبقى الانبوت على الماشين توصلها سواء ارميتشر او فيد على السبلاي، لكن الماشين لما تبقى الانبوت ميكانيكال ريموفر يدور الشافت المثبت عليه الارميتشر اللي هي مثبت عليها الايه الكونتاكتور ارميتشر كونتاكتور، يبقى الانبوت ميكانيكال والاوتبوت الكتريكال. في برايموفر بيدور الشافت سواء موتور تاني او اي برايموفر يقدر يدور الشافت بسرعه، هذه السرعه فيكسد، ونوصل الفيلد بتاع الجنريتور على السبلاي، او لو كان بيرمت ماجنت يبقى اوريدي في فلكس، يبقى في كوندكتور كاتنج الفلكس لاينز بسرعه محدده حسب قانون فاراداي انديوس دي ام اف جنريتد. انديوس دي ام اف بروبورشنال مع الفلكس دينستي او الفلكس نفسه، لان الفلكس دينستي في الاي في الاريا متساوي الفلكس، تتناسب مع النمبر اوف كوندكتورز، تتناسب مع السبيد بتاعت البرايموفر، ومع النمبر اوف بولز. يبقى في انبوت ميكانيكال اوتبوت الكتريكال انرجي كونفرجن بروسيس بتتم في الاير جاب بتاع الماشين. يبقى دي سي ماشين تستخدم كجنريتور. في انواع منها، لان الكاركترستيك الاوتبوت الالكتريكال يبقى عليه كاركترستيك، الكاركترستيك دي بتتغير مع نوع الماشين، تغير مع الاوتبوت كاركترستيك المطلوبه في الاندستري او في اللود. ففي سيريز جنريتور وشنط جنريتور وكومباوند جنريتور، يعني مركب في منه نوعين شورت ولونج، كل واحد منهم له كاركترستيك لها استخدام معين. ده شرح ان في كوندكتور مثبتة في الارميتشر بتدور بسرعة معينة تقطع خطوط الفلكس حسب قانون فاراداي induced EMF EMF generated. اي جنريتور زيه زي اي ماشين بيكون ماجنتيك فيلد وكوندكتور. الماجنتيك فيلد بيبقى موجود في الحديد او الستيل، احنا قلنا ستيل لانه ما هواش بيور ايرون، ده مضاف ليه بعض الكربون وانواع تانيه من المواد نسب صغيره بيسموها شوائب تضاف اليه عشان تدي له كاركترستيك معينه زي الاستيفنس، يبقى ما يتكسرش مع التحميل او تبقى له ايرون لوسز ستيل. يبقى الستيل هو ده اللي فيه الماجنتيك فلكس، والكوندكتور اللي هي اللاب او الويف اللي هي تطابقي او تموجي او ديوبلكس لاب ديوبلكس ويف، كل دي هي الكوندكتور والتي تسمى الوايندنج كونفيجريشن في الماشين. يبقى الماجنتيك الحديد بتركيبته بابعاده كله اسمه الماجنتيك سيركت توبولوجي، والنحاس اسمه الكابر وايندنجز او الوايندنج كونفيجريشن. الانبوت ميكانيكال والاوتبوت الكتريكال، يبقى ده جنريتور. ده رسم للماشين، بنعيده تاني كروس سيكشن عشان نضيف بعض الكلام على اللي احنا قلناه قبل كده. زي ايه؟ زي احنا قلنا الكور باك بتاع الماشين وظيفته انه يكمل الماجنتيك فلكس لوب، وفي دي البراشز مثبته على البراش هولدر وهي ثابته، وظيفتها توصيل للسبلاي من الماشين او ان هي من الماشين لو هي جنريتور تنقل السبلاي. الفولتج اندوس دي ام اف مثبته على بلاش هولدر، وفي سبرينج كل ما تتاكل حته منها عشان هي ان تاتش مع الكوميتيتور اللي هو المعدل او المقوم عشان يحافظ على الفولتج دايما قيمته بوزيتيف ونيجاتيف يعني دي سي، فبتتاكل نتيجه الدوران. البلاش هولدر بيضغطها لحد ما تتاكل كلها، بنعملها مينتنس تغيرها بفرش جديده. الكوميتيتور شرحناه قبل كده،
ده مكان الشافت ستانلس ستيل نون ماجنتيك ماتيريال ليس نوت كونتريبيوت ان اني ثينج في الماشين نو اوتبوت تورك ولا اي حاجه في الماشين غير ميكانيك فور ميكانيكال فيكسيشن تثبيت الارميتشر عليه. ده الارميتشر دي الكوندكتور بتاعه الارميتشر ده البوز بتاع الستيتور. طب انا عايز اضيف ايه هنا؟ عايز اضيف حاجه نقطه ديزاين بوينت ان الاوتبوت بتاع اي ماشين بيتناسب مع الاوتبوت تورك مع الدي سكوير ال الديامتر بتاع الارميتشر في الطول بتاعه. وانس ان انا عملت الديامتر كبير يبقى الاوتبوت بيبقى كتير، لكن معنى كده لازم اخلي البول ده شورت عشان يبقى كل ما كبر دايما الاوت سايد ده ثابت. في ارتفاعين، ارتفاع الارميتشر وارتفاع البول ده. فلو انا عايز اكبر ده احسن لانه بيتناسب مع الدي سكوير يبقى كبرت التورك اوت بتاع الماشين كتير، بس في نفس الوقت خليت البول شورت ما ينفعش. ليه؟ معنى كده ان نقصت الفلكس، معنى كده ان الماشين مش هتدي اوت بالتورك. في نقطه ما بينهم بنسموها بيست بوينت. البيست بوينت بتحقق ايه؟ ان الارميتشر يكون ليها ديامتر كافي ان يدي اوت بالتورك عالي، وفي نفس الوقت ان يبقى الهايت بتاع البول كبير بحيث انه يدي فلكس كتير. طب يحصل ايه لو خليت البول ده شورت ولفيت عليه بالعرض كتير نفس اللفات؟ يخلي البول شورت، البول هايت شورت، معنى كده ان الفلكس لاين بدل ما بتخرج من هنا تروح للروتور، يبقى بدل ما هو مين فلكس بروديوسنج تورك هيبقى ليكج فلكس يلف حوالين نفسه تاني يرجع للبول. عشان كده لازم يبقى الارتفاع كافي بحيث ان الريلاكتنس بتاعته ما بينه وما بين الارجاب للروتور اقل من الريلاكتنس ما بينه وما بين نفسه او ما بين الكور باك بتاعه او ما بينه وما بين البول التاني. يبقى لو الفلكس رجع لف حوالين نفسه او لف حوالين الكور باك او لف حوالين البول التاني ده اسمه ليكج، يعني متسرب. ليكج يعني تسرب، ليكج يعني تسرب، يعني ماسوره الميه لو حصل فيها كسر بيحصل منها ليكج، فهو بيسموه ليكج يعني تسرب فلكس. هذا الفلكس ليكج يعتبر لوسس، يعني ماشي مش تدي اوت تورك او تدي قليل، فلازم ان انا اضمن فيبقى اخلي الارتفاع بتاعه عالي شويه. فده الارتفاع اللي يضمن ان مفيش ليكج، وفي نفس الوقت عايز الارتفاع ده هو يبقى يضمن ان الاوت تورك يكون عالي. ففي بيست بوينت اللي هي بتقسم المسافه ما بين السنتر بتاع الماشين اللي بيسموه البول الستيتور بول ديامتر. الستيتور بول ديامتر هي النقطه دي، ده اسمه الستيتور من هنا لهنا، النقطه دي للنقطه دي اسمها الستيتور بول ديامتر. بتقسمها ما بين الهاي بولز وما بين الايه الارميتشر بحيث تضمن الارتفاع كافي للبول بحيث ما يحصلش ليكج، وتضمن عرض كبير للروتور بحيث انه يدي اوتبوت تورك. الماجنتيك فلكس باس انسايد ذا جنريتور، خطوط الفيض المغناطيسي جوه الجنريتور، ده فلكس يخرج من النورث يروح للساوث يعدي على الارميتشر يعدي على الايرجاب. ادي وان لوب، وان لوب 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 خلاص. هل هي لوب واحده؟ لا، ده امبارل معاها لوبس كتيره جدا موازيين لديت بحيث تملى الكروس سيكشن كله بتاع الايه بتاع الستيتور كور باك. كل دي اسمها لوب، هي اللي مسؤوله عن انها تحرك الروتور بتاع المشين، او لما يتحرك المشين لو هو جنريتور بيتحرك يبقى ينتج عنها انديوسد اي ام اف، بتكمل المكان المغناطيسي هذه اللوب بحيث ان ينتج عنها انديوسد اي ام اف. يبقى ده الماجنتيك فلكس باس انسايد ذا جنريتور، ده اسمه الماجنتيك فلكس بلوت. انواع الفيلد في المشين سيريز او شانت وكومباوند. سيريز يعني الفيلد بتاع الماشين ان سيريز مع الارميتشر، مع الارميتشر عدد لفاته قليل لانه بيشيل نفس تيار الارميتشر عشان ما يبقاش فيه لوسز كتير. خلاص؟ طيب النوع الثاني اللي هو الشانت بيبقى بارلل على الارميتشر بتاع الماشين، عدد لفاته كتيره لكن الكروس سكشن بتاعه المره دي بيبقى اصغر، يبقى السيريز كروس سكشن بتاعه كبير لانه بيشيل نفس تيار الماشين، بينما الشنط بيشيل تيار قليل يبقى الكروس سكشن بتاعه ايه؟ قليل. طب الكومباوند المركب بيشيل الاثنين نوعين. الارميتشر في الدي سي ماشين عباره عن ايه؟ عباره عن لامينيشن. خلاص؟ ده اسمه البول شو
عشان يمنع الملفات اللي هلفهم هنا انها تقع. ده اسمه الكي اللي بيثبت الارميتشر. لما جمع اللامينيشن دول مع بعضهم وعزل ما بينهم بالمايكا، هم دول بيمثلوا الارميتشر ده كله. الكي ده عشان يثبت الارميتشر في الروتر. خلاص، ده توس وده اسمه بول شو، وده سلوت بتلف فيه الملفات. ده الكوميوتيتور، ده الارميتشر بتاع الماشين. دي الماشين رسمة، ده البول شو، ده الملفات النحاس، ده البيرنج بتاع الماشين، ده البيرنج، الميرنج بتاع الماشين، وده الكوميوتيتور، ده الشافت عمود الدوران. طيب البيرنج دي سيل، يعني مغلق، يبقى كرات مغلق عليها هي دي بتستخدم البيرنج. في حلين لما تخسر البيرنج، يعني يتاكل، يا اما ناخده على المخرطه ننضفه ونزيته تاني، يا اما نرميه كله ونغيره، لان بيبقى حته واحده مقفوله على بعضها بيتاكل مع الدوران. ده الكوميوتيتور يعني المعدل. تايمز اوف جنريتور، بيرمنت ماجنت، سيبريتلي اكسايتد، سيلف اكسايتد. بيرمنت ماجنت اللي هي المغناطيسات الدائمه، ماده كيميائيه بتعرض لما بتوضع في مكان مغناطيسي قوي تقوم تكتسب المغناطيسيه. سيبريتلي يعني الفلكس بيبقى بولز متوصله على سبلاي مفصول تماما عن السبلاي بتاع الارميتشر، لكن هم كلهم يونت واحده، لكن ده سبلاي وده سبلاي. السيلف اكسايتد بيكون من نفس السبلاي بتاع الارميتشر. انواع الدي سي ماشين، سيبريتلي اكسايتد، سيلف اكسايتد، بيرمنت ماجنت اكسايتد، السيلف سيريز وشنط كومباوند. كومباوند نوعين، كوميونيتيف وديفرنشال، هنشوفهم دلوقتي. البيرمنت ماجنت ماشين مفيش سبلاي، يا دوبك ماده تم وضعها في مكان مغناطيسي في مغناطيسات دائمه. كويس، واحد نورث وواحد ساوث. طب ده بيعمل ايه؟ بيتيح مكان اكتر ان احنا نكبر الارميتشر ده، وبالتالي الماشين تدي تورك ايه اكتر. لكن خلي بالك ده في الماشين الصغيره بس، ما بنستخدموش في الماشين الكبيره، لانها مع الوقت بيحصل ديكي في السترينث بتاع الماجنتيك فلكس بتاع الماشين. زي يستخدم في لعب اطفال، يستخدم في المكنه اللي بيرفع ازاز العربيه اللي انت بتبقى جنبها، لكن لا يستخدم في مواتير كبيره. ده السيبريتلي اكسايتد بتوع دايره الفلكس مفصول عن دايره الارميتشر. ده معادلات الفولتج، ده معادلات الريجوليشن، ده الفيلد، ده الارميتشر، دي الريزيستنس اللي تغير منها الفيلد عشان نغير الفلكس، وبالتالي يتغير الاوتبوت فولتج بتاع الماشين. ده الباور في الاي في الاي، تطرح منها اللوسس بتدي لك الايه؟ الباور دريفر تو لود. السيلف اكسايتد دي سي جنريتور، سيز وشنط كومباوند. ادي السيرز وادي الشنط. ريزيستنس متغيره عشان نغير منها قيمه الريوستات. الشنط ونفس الكلام ممكن نعمله في الايه؟ في السيرز. الشنط بيبقى الفيلد شنط على الارميتشر، السيريز بتوصل ان سيريز معاه. عدد اللفات بيبقى قليل في السيريز، والواير الكروس سكشن بتاعه كبير على النقيض من الشنط، عدد اللفات هو الكبير والكروس سكشن بيبقى ايه؟ قليل. ده السيريز وده المعادلات بتاعته. الشنط
ده الكومباوند. الكومباوند نوعين، الشورت بيبقى الفيلد شنط على الارميتشر بس. و اللونج بيبقى الفيلد شنط على الاثنين، الارميتشر والسيريز، والسيريز ريزيستنس والسيريز فيلد. يبقى الشنط على الاثنين، السيريز فيلد مع الارميتشر. كاركترستيك بتاعه الماشين عشان نقارن ما بين السيريز والشنط والكومباوند بالنوعين المختلفين والسيبريتلي اكسايتد. في الاوبن سيركت كاركترستيك اللي هي الفولتج الاي مع الاي اف من غير ما احمل الماشين، بغير الفيلد ريزيستنس عن طريق الريزيستات واشوف الاوتبوت وارسم الكاركترستيك. الانترنال اللي هي بحمل الماشين وارسم الفولتج الاي ام اف الانديوسد مع تيار الارميتشر. الاكسترنال بجيب الفولتج، بطرح الفولتج دروب على الارميتشر يديني الفولتج مع التيار اللود وارسم الكاركترستيك. دي كاركترستيك الاكسترنال كاركترستيك بتاع الدي سي جنريتور. دي التيرمينال فولتج ادجستد فور ريتد فاليو، دي مساله نتكلم عنها تطبيق للكلام اللي احنا بنقوله. 240 فولت وكيلو وات، يعني الاوتبوت 240 كيلو وات دي سيبريتلي اكسايتد جنريتور مع 240 فولتج سبلاي. Delivering rated load at rated voltage. The generator has RA قيمتها كذا والRF قيمتها كذا والVF والNF والPirotation كذا. Magnetizing MF due to armature 25% من armature current. Induced EMF at full load. The power developed. The torque developed. The applied torque. The efficiency. External resistance. The voltage regulation. The magnetization curve. المطلوب الاولاني مطلوب الاي بتساوي ايه؟ بتساوي الفي تيرمينال زائد الفولتج دروب على الارميتشر، يبقى الالف للتيار مضروب في الريزستنس يدينا الاي. طيب المطلوب الثاني الباور بتساوي الاي في الاي اي، لان دي دي سي ماشين ما فيش باور فاكتور. بتضرب قيمه ال 250 فولت في الالف يديك 250 كيلو وات، تقسمه على الاوميجا راح يديلك التورك. طيب بالنسبه للميكانيكال باور انبوت ضيف روتيشنال لوسز على البي ديفلوبت اللي احنا حسبناها البي ديفلوبت. طيب بالنسبه للتورك ابلاي التورك تروح قسمه على الاوميجا. طيب في الماجنتايزيشن كيرف، دي ماجنتايزنج بيساوي ربع الارميتشر كارنت، يبقى انت عندك الام ام اف بيساوي 500 في 2.5، 500 تيرن في 2.5 اللي هو التيار. طيب طيب الارميتشر رياكشن يبقى 250 امبير تيرن بير بول، تجمع الاثنين على بعض يديك توتال امبير تيرن 1500 على عدد اللفات بتاعه الفيلد يديلك كام؟ يديلك تيار الفيلد. طيب تيار الفيلد في الفولتج بتاع الفيلد يديلك اللوسس، تجمعهم على البي انبوت ميكانيكال يدي لك البي انبوت بتاع الماشين. الافشنسي يبقى الاوتبوت على البي انبوت بتاع الماشين. طب الريزيستنس بنقول 120 فولت بتاعت 120 فولت على على التوتال على التيار، على التيار يبقى الفولتج على التيار يدي لك 40، بينما انت عندك الار ريزيستنس بتاعت الفيلد 30، تطرح الاثنين من بعضهم هيدي لك 10 اوم، يبقى دي الاكسترنال ريزيستنس. الفولتج ريجليشن تطرح الاثنين فولتج بعد ما تجيب كورسبوندنج للتيار من الكاركترستيك اللي عندك 266 تقريبا، تطرحها 240 تدي لك قيمه الفولتج ريجليشن. طيب في مساله ثانيه، الفيدر فيدر موصل سيريز جنريتور على الباسبار، المره دي ادالك الاي كفانكشن في الاي في الاي اس. المهم نعمل ايه؟ وعايز يعرف قد ايه الفولتج بتوين ذا فار اند اوف ذا فيدر اند باس بار. رايحين انا ما عندي
يبقى اضرب ال EA بتساوي 0.4 في 300، لان هو مدي لك نسبه من الكرنت، يدي لك 120 فولت. طب الدروب قد ايه على الفيدر؟ 300 في جميع الريزيستنس اللي عندك اهم. طب الفولتج الاخير 240 زائد 120 نطرح منهم الدروب، يبقى 270 فولت. ده مثال بسيط تعويض.